احساسك ايه وانت بتحضري كده في كل حفله تخريج عدد كبير من ولادك سواء بقى ماجستير او دكتوراه؟ الحقيقه ده يعني الشعور بيبقى ان ده حلم، ان ده حلم وبيتحقق. والحلم ده كان حلم الرواد، يعني ما نفكر كده ان احنا من اكتر من 20 سنه كان في استحاله ان اي دارس يدرس ماجستير في اداره الاعمال او ينمي مهاراته في مجال اداره الاعمال الا لو كان خريج من كليه التجاره. الحلم ده بدا برؤيه بعض الرواد اللي كانوا مهمومين بقضايا الوطن، الأستاذ الدكتور محمد الحناوي، الأستاذ الدكتور علي المليجي، وسعادة السفير عبد الحليم بدوي. هم شخصوا الداء الحقيقة يا أحمد في المرحلة دي. هم وجدوا أن الداء في مصر مش في نقص العدد أو غيره، كانت المشكلة هي في نقص الكفاءات والمهارات الإدارية، في ضعف تأهيل الخريجين لسوق العمل. وبدأ الحلم يمكن بالتعاون مع جامعة إسلاسكا من سنة 98، وبدأنا بقبول دفعات في الماجستير ويليها الدبلومات المتخصصة والدكتوراه. فهو كان حلم، والحلم ما بيسعى وراه مجموعة من الرواد بنصل ان احنا نحس ان احنا فعلا ان مصر في طريقها لكل حاجة احنا عايزينها ان شاء الله. ان شاء الله. طب دكتورة نادي، برضو السؤال بيتبادر الى اذهاننا، لماذا إسلاسكا؟ ايه الفرق بين إسلاسكا واي جامعه تانية؟ لماذا نجحت إسلاسكا في مصر والنجاح ما كانش سهل اكيد؟ الحقيقه هو مشوار طويل جدا، مشوار ما يزيد عن 20 سنه. هو كفاح، رحله كفاح. والحقيقه انا اتسالت نفس السؤال ده يا احمد في اخر مؤتمر حضرته قبل الجائحه، كان مؤتمر الاي اف ام دي. وبعد ما استعرضت تجربه إسلاسكا كان السؤال هو طيب، من كان كلها مدارس بقى البيزنس سكولز في المنطقة العربية ومن العالم كله، فكان السؤال هو هل في روشتة لهذا النجاح؟ يعني مفيش برنامج في عدد الخريجين وصل لما يزيد أو ما يقارب 7000 خريج، سواء في مرحلة ماجستير إدارة الأعمال أو الدبلومات أو الدكتوراه. فالحقيقة بعد ما فكرت قلت لهم الفكرة أن يبقى في اقتناع بثقافة أن أنت عايز تعمل عملية استنارة، ان ثقافة التلقين غير موجودة، ان انت بتختار يعني ان العائد من التعليم قد يكون اهم، الريتيرن اون اديوكيشن قد يكون اهم من العائد على الاستثمار، لان ده اللي بيساهم في التنمية المستدامة.